المحبة والجمال، دين السماحة والإجابة والسؤال، دين التبسم والحوار بلا جدال، فيه التوسط في الأمور والاعتدال. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم ليلى طه في برنامج هذا ديننا. كل سنة وكل أعزائي المشاهدين في كل مكان بخير وسعادة بمناسبة هذه الأيام المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام، وأن يحمي مصر وشعبها وجيشها وقائدها الأعظم. ثم أن حديثنا اليوم عن أشياء يقع فيها الإنسان قد يتوكل فيها على الله وقد يلجأ إلى أطباء الصحة النفسية، وهو قد يصاب الإنسان بالهم أو بالحزن أو بالضيق أو بأي نوع من أنواع الابتلاءات، فهنا قد يسعد الإنسان في الدارين وقد يكون شقيا. إن توكل على الله فقد أوتي الحكمة، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي الخير الكثير. ثم أن التوكل على الله ذكر في القرآن الكريم بدلالات كثيرة، وتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ومنه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لنا ألا نتوكل على الله ولقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأيضا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه في الغار، فقال أبي بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا. فقال النبي: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا حديثنا اليوم عن معنى التوكل، وما هو التوكل، وما كيفية الأخذ بالتوكل، مع فضيلة الشيخ عالم من علماء وزارة الأوقاف إبراهيم محمد عوض. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ أهلا بحضرتك. حدثنا عن معنى التوكل. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عندما نتكلم عن التوكل، قبل أن نتحدث عن حديث التوكل، ينبغي أن نلفت الأنظار إلى قضية هامة، وهي قضية حسن الثقة بالله أو حسن التوكل على الله. شاع في هذه الآونة الأخيرة انتشار الأوبئة، انتشار الأمراض على مستوى العالم كله، في مثل هذا الوباء الذي نعيش فيه كوباء الكورونا وغيرها. فكثير من الناس تعلق بالأسباب وأخذ يسأل نفسه: هل هذا الدواء له نهاية أم لا؟ وأخذ يسأل، وبعضهم أساء الظن بخالقه سبحانه وتعالى، وأفقد الثقة أو فقد الثقة في الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا أصرنا أن احنا نتحدث في هذا البرنامج على حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، وإزاي وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتوكل على الله. التوكل على الله كما قال العلماء هو انطراح القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليعلم الإنسان أن الذي يملك الضر والنفع ويملك الخير والشر إنما هو الله ونعم بالله. والبعض قال العلماء هو جماع الإيمان وجماع الخير كله، فينبغي على المؤمن أن يكون متوكلا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
وسئل سيدنا يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه متى يكون الإنسان متوكلا؟ قال يكون متوكلا إذا رضي بالله وكيلا. ونعم بالله. وكيف يتحقق الإنسان الوكالة بالله سبحانه وتعالى؟ إذا رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، إذا تحققت العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن العبودية لله جل وعلا شرف لا يدانيه شرف. يعني العبودية لله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى بكل طاعته وبكل جوارحه وبكل أركانه، يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ويكون عنده طمأنينة في القلب بهذا القدر الله سبحانه وتعالى، عندئذ سيستقر قلبه ويعلم أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوكل، يعني هذا هو التوكل. الإنسان يكون عنده قناعة تامة أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. طيب إحنا ليه نتوكل على ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني إيه الأسباب اللي تخلينا نتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ قبل ما نبدأ في الحتة دي فضيلة الشيخ، بيجي سائل يسأل يقول طب أنا لسه خارج مثلا من شهر رمضان الكريم وليل ونهار عمال أدعي، والرمضان اللي فات ودايما متقرب من المولى عز وجل، وكل ما بدعي بحاجة بتحصل عكسها، كل ما بدعي بحاجة بتحصل عكسها، يبقى معنى كده ان انا بقى مش متوكل على الله، ومعنى كده ان ربنا مش يعني غير ناظر لهذا الدعاء، ولا هو تأخير الدعاء لا يفقد الثقة ولا يفقد التوكل على الله؟ احيانا الانسان ينظر من وجهة نظري ان هذا أهن هذا الامر قد يكون خير له، ولكن الله سبحانه وتعالى أحاط بعلمه سبحانه وتعالى أن هذا الأمر ربما لا يكون خيرا فيه الإنسان، لا يكون فيه خير الإنسان. مش بنفهم كده احنا. فيفقد الثقة، يقول لك أنا دعيت قعدت أدعي ربنا سبحانه وتعالى 10 سنوات، طب من الممكن أن يؤخر الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة التي دعوت إياها أدعوت بها، ربما يكون شر يصرفه الله سبحانه وتعالى عنك، أو يدخره الله سبحانه وتعالى عنك إلى يدخره الله سبحانه وتعالى إليك إلى يوم القيامة. فهذا ليس معنى أن أنت تقول أن أنت تدخل في مرحلة اليأس أو مرحلة القنوط، أن أنا ظللت أدعو الله سبحانه وتعالى 20 عاما ولم يستجيب الله سبحانه وتعالى لي. طيب ما علمك أن هذا خير لك؟ ربما يكون ليس لك الخير فيه، والله سبحانه وتعالى أحاط بعلم هذا. فينبغي على الإنسان أن يركن إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر الدين مش بالأمر بالمزاج ولا بالهوى، إن أنا إيه ده أنا دعيت ربنا سبحانه وتعالى وربنا ما استجبش الدعاء فأنا مش عنش هدعي، لا، الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني. إذن لم يحدد الله سبحانه وتعالى فترة للدعاء، ولكن قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. خلي بال حضرتك، لم يجعل الله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين عباده، حتى ولو كانت هذه الواسطة هو أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل له: وإذا سألك عبادي عني يا محمد فقل لهم إني قريب. إنما جعل الإجابة مباشرة فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله سبحانه وتعالى قال في قرآنه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ينبغي على الإنسان أن يتضرع الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم. طيب نعرف يا شيخنا الجليل ما معنى منزلة التوكل؟ منزلة التوكل هي منزلة عظيمة لا يصل إلى هذه المنزلة إلا المخلصون المؤمنون الصادقون. نعم. عندما نتأمل في القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن منازل التوكل أو منزلة التوكل في أكثر من مجال. يحدثنا الله سبحانه وتعالى مثلا في مقام العبادة، فتجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبده وتوكل عليه. طيب في مقام الرزق يقول إيه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
طيب في كل المجالات تجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالإيه؟ بالتوكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فينبغي على المسلم إذا أراد أن يصل إلى منزلة التوكل لابد وأن يتحلى بهذا الأمر، لابد وأن يكون عنده حسن ثقة بالله سبحانه وتعالى. قال له وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب الله سبحانه وتعالى حثنا على التوكل في أكثر من آية وفي أكثر من دليل في القرآن الكريم، وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منزلة التوكل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال يا دكتور. تفضل. ألو. 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 أيوه. تفضل أستاذ إبراهيم. أيوه. تفضل تحت أمرك. ألو. اتفضل يا فندم بتاع الهوا. تفضل. أيوه. اتفضل يا فندم. اتفضل. كان عايز اشوف الاستفسار. اتكلم في التليفون يا فندم، اتكلم في التليفون والدكتور مع حضرتك. اتفضل. قول يا شيخ. اتفضل. اتفضل. ايوه اتفضل. كان في واحد يطاعي الناس. واحد ايه؟ يطاعي. الصوت مش واضح. نكمل يا دكتور. اتفضل. نرجع لمنزلة التوكل مرة أخرى. قلنا أن منزلة التوكل قلنا أنها منزلة عظيمة لا يصل إليها إلا المخلصون المؤمنون الصادقون المتوكلون على الله سبحانه وتعالى. شوف في حضرتك والسادة المشاهدين يتابعوا معانا، لما نيجي نتأمل في القرآن الكريم ونتأمل في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في التوكل على الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الحديث الصحيح، لو أنكم تتوكلون على الله إيه حق توكلي. إيه النتيجة؟ يعني خدت بالأسباب هو توكلت على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي إيه النتيجة المثمرة؟ لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. العصفورة بتخرج من العش الصبح من عشها، هي جعانة ولكنها توكلت على الله سبحانه وتعالى، أخذت بالأسباب، ما قالتش بقى لا خلاص أنا هقعد في البيت وربنا سبحانه وتعالى مقدر لي رزق هيجيلي، زي حال كثير من الشباب إلا من رحم الله. أو كثير من الرجال اللي احنا بنشوفهم في بعض المشاكل اللي بتجيلنا، يبقى المرأة هي التي تعمل ورجل يجلس في البيت، أو إن هو يجلس على المقهى أو يجلس مع أصدقائه ويعطل نفسه ويعطل أولاده، ولا والله سبحانه وتعالى جعل له سبب من الأرزاق. نعم. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ما أمرناش إن احنا نجلس في المساجد. نعم. لا، خلصنا الصلاة وانتهينا من الصلاة، يبقى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما نقعدش في الإيه؟ في بيوت ربنا سبحانه وتعالى. مطلوب مننا إن احنا نجد ونسعى ونجتهد عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان ناخد بالأسباب عشان ربنا سبحانه وتعالى يحقق لنا التوكل على الله ويحقق لنا النتيجة المثمرة. شوفي ربنا سبحانه، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل، والقرآن يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وها هو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، كما تقول السيدة أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول، عايزين كلنا نتعلم هذا الدعاء، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. نقوله تاني يا دكتور. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو يظلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله. لكن كثير من الناس الآن يخرج من بيته لا يقول هذا الدعاء ولا يحسن التوكل على الله، ويقول لك أنا اصطبحت بوش مين النهاردة، ولا يدعو للتفاؤل ويدعو للتشاؤم. أنا كل ما بشوفها بيحصل لي حاجة، أنا اصطبحت بوش مين النهاردة كما هذا كما هو معهود لدى الناس. هذا كلام يخالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن احنا نتعلم فلنرجع إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال محمد من البحيرة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير. أي استفسار تحت أمرك؟
الله يخليك، هذا كلام الشيخ. والله اتفضل. والله يا شيخ لو سمحت. اتفضل. من فضلك، انا مريض شويه يعني، والصلاه متقطعه. صلاته متقطعه. نعم. بيجيني خانقه كده. نعم. وساعات نفتح يعني مش مواظب بالمعنى صح. نعم. فانا حضرتك لو تفيدني يعني اعمل ايه؟ الصلاة متقطعة؟ نعم. منتج دوم الصلاة؟ هو بيتقطع فقط. طيب أي سؤال تاني تحت أمرك؟ طيب اسمعنا، هو الظاهر إن هو بيجيله اختناق في الصلاة، مش بيقدر يكمل الصلاة، مش بعيد بقى عن نقطة طبعا السرحان والحاجة دي، السرحان ده حاجة. نعم. تانية، لكن هو مش قادر يكمل الصلاة، بيحصل له زي اختناق. السرحان كلنا عارفين ان انا ممكن اكمل صلاتي وابقى سرحانه، ده عارفينه، لكن ده بقول لك انا بيحصل لي اختناق، يعني مش قادر لدرجه ان انا اكمل. هو المفروض ان الانسان عندما يتعرض لمثل هذا، هل يا ترى ان هو يستسلم لهذا الامر ويقول خلاص القضيه انتهت على هذا؟ ام انه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم. وياخذ بالاسباب. نعم. يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. من استعان بالله اعانه الله. من استعان بالله يا بني اذا استعنت فاستعن بالله. نعم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وعلم الصحابه، قال له يا اذا استعنت فاستعن بالله. فلا بد الانسان ان ياخذ بالاسباب. الجا الى ربك سبحانه وتعالى، وتضرع الى الله سبحانه وتعالى وانت بين يدي الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، وتقرب الى الله سبحانه وتعالى، واشكو حالك الى خالقك، وكن على يقين ان الله سبحانه وتعالى لن يغلق بابه امامك، وتوب الى الله سبحانه وتعالى، وإلجأ إلى ربك وتضرع إلى ربك سبحانه وتعالى، وسل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفات العلى، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يفرج كربك وأن ينفس همك. آمين آمين يا رب العالمين، وإن شاء الله يرفع ربنا عنك يا محمد. وجميعا بيحصل لنا ابتلاءات، وجميعا بيحصل لنا أمراض، لكن مش حياة الإنسان منتهية عند هذا المأزق. يعني عليك بالدعاء وعليك بالصبر، كما قال سيدنا يونس، ربي أن سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. نعم. من الظالمين. نعم. وأيضا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالإنسان لازم أن يصبر، وطبعا مش يعني مش أنا اللي هتكلم، أن يعود إلى ربي سبحانه. نعم. وتعالى. أكيد يعني أكيد يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ويلجأ. نعم. إلى ربنا سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادير كل شيء، وهو على كل شيء قدير. برضو يا دكتور لازم كل واحد يعرف أن كل واحد لديه ابتلاء على قدر معين. مش معنى أنا أن أنا حلوة وعندي عربية وشغالة وكويسة يبقى أنا ما عنديش ابتلاء. لازم كل إنسان يعرف، يعني ما تبص زي ما احنا بنقول كده على النقطة الفاضية وتسيب النقطة المليان. نعم. الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. نعم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نعم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور. نعم. أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يقول ما من نبي إلا وتعرض للابتلاء. نعم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق. لما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض للمحنة. نعم. والابتلاء، هل جزع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل صخب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له خلاص يا رب كفايه كده؟ لا طبعا. لا، ده الايه؟ ده يسال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما اشد الناس ابتلاء؟ قال الانبياء ثم الامثل ثم الامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، في روايه على قدر ايمانه. نعم. فان وجد في دينه صلابه زيد له في الابتلاء. نعم. هو ربنا سبحانه وتعالى لما يبتليك بابتلاء او يبتليك بابتلاء، طيب هو ربنا سبحانه وتعالى مش قادر يشيل عنك الابتلاء؟ لا قادر يشيل عنك الابتلاء، بس ربنا سبحانه وتعالى وضعك في مجال الاختبار عشان تمكن من الله سبحانه وتعالى، وعشان تاخذ الاجر والثواب. انت تعرضت للمحنه، دائما وابدا نقول من المحنه تاتي المنحه والفرج من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القران ان مع العسر يسرا، فان مع العسر يسرا. يبقى اذا هذا ايه؟ تأكيد. يبقى إذن لما تتعرض للابتلاء، مش مهما وصلت إلى درجة الابتلاء لم يقف، لم تتعرض كمثل ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر، صلى الله عليه وسلم. معنا أم خالد من القاهرة، تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تحت أمرك يا فندم. وعليكم السلام. تفضلي يا فندم تحت أمرك. تفضلي حضرتك. فضيلة الشيخ، أنا ابني متوفي من شهرين.
رحمه الله رحمة واسعة. عنده 22 سنة. أسأل الله أن يجمعك به في الجنة. عزلك تجعل دعاء والله يشفيكم شوية. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يربط على قلبك وأن يجمعك به في الجنة. فقدان الابن بيبقى أمر عزيز جدا، أو فقدان شخص حبيب بيبقى أمر صعب جدا، بيبقى اللي هو زي بنقول كده الإنسان مش بيبقى قادر يتحمل، لكن لازم كلنا نعرف إن كلنا منتهى، لا شيء فاني ولا باقي غير وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. قول لها دعاء يعني يربط على قلبها ويصبرها. بصي، هو الإنسان منا إنما يتذكر أعظم مصيبة في الكون إيه؟ نعم. هو موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فعندما يتذكر الإنسان أن أعظم مصيبة مات رسول الله. نعم. نذكر بس قصة المرأة، هناك امرأة فقدت ابنها وفقدت زوجها وأخيها وأبيها في معركة. نعم. الأربعة في معركة واحدة. مش كل واحد في غزوة. أيوة. لا، الأربعة في معركة واحدة. في معركة واحدة. فكانوا يقولون لها مات أخوك. تقول كيف حال رسول الله؟ نعم. شوف مدى الصبر ومدى الإيمان ومدى العزيمة ومدى حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. طب أخوك مات. قالت إيه؟ كيف حال رسول الله؟ النبي عامل إيه؟ طمنوني. قالوا لها النبي بخير حال. ثم بعد فترة قالوا لها مات زوجك. فقالت أخبروني كيف حال رسول الله؟ النبي عامل إيه؟ فقالوا لها إنه بخير حال. ثم بعد ذلك قالوا لها مات أبوك. طب الزوج ما تحركتيش، طب الأخ ما تحركتيش، طب الأب بقى اللي هو السند. نعم. فقالت أخبروني كيف حال رسول الله؟ النبي عامل إيه؟ فقالوا لها إنه بخير حال. طب شوفي بقى المصيبة الكبرى. طب مات ابنك، المفروض بقى تلطم الخدود وتشق. نعم. الجيوب كما يفعل دعوة الجاهلية. نعم نعم. فقالت أخبروني كيف حال رسول الله، والله لن يهدأ لي بال حتى أرى رسول الله. شوف مدى حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قادم من غزوة وكان غيم عليه الحزن صلى الله. نعم. عليه وسلم، فقالت يا رسول الله كل مصيبة جلل دونك يا رسول الله، يعني نعم. أعظم نعم. مصيبة عندنا أن يجي لخبر وفاته. نعم. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أغمي عليه ومنهم من أغشي عليه، وسيدنا عمر قال من قال إن رسول الله قد مات قتلته بسيفي هذا، إن رسول الله ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب عيسى بن مريم ثم يعود مرة أخرى، فدخل عليه سيدنا أبا بكر ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم قال خرج إلى الناس فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي لا يموت. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأنا بقول لها أيتها الأخت الكريمة أبشري، فهذا سند لك في الآخرة، وإن شاء الله سيكون لك مرافقا لك. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبها وأن يربط على قلبها وقلب أبيه وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جنته. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يصبر قلبك يا رب ويجعله من اهل الجنه. وانت ممكن حضرتك تعملي برضو ليه صدقه جاريه باسمه. معنا اتصال. سلامه من القاهره، اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. قلت الشيخ بس حاجه. اتفضل يا فندم، الشيخ معاك تحت امرك. بالنسبه للشرك او الزنا، حد من حدود. نعم تمام. يعني السرقة أو الزنا حدود الله ولا هو ذنب عادي ممكن أكون فيه؟ نعم نعم تحت أمرك يا فندم. أي استفسار تاني؟ لا شكرا. شرفت يا فندم. السرقة أو الزنا، موضوع السرقة والزنا ده إن شاء الله لازم نعمل عليه حلقة كاملة. نعم. لأن إحنا عارفين إن الزنا ليها تختلف يعني. نعم. في ناس كتير تقول ان الزنا هو الوطء والزنا لها مقبلات ودواعي،
طب احنا الان انتشر وضع الزنا والسرقه، انتشرت الحدود. نعم. يعني احنا عارفين ان النظره بشهوه حرام، اللمس بشهوه حرام، الكلام بشهوه حرام، ليس مقتصر الامر يا جماعه على الوطء في الزنا. لكن السرقه طبعا معروف ان هي ليها حد معين ان شاء الله بامر الله نتكلم عن هذا الامر. الضيف اللي كان بيسال دلوقتي عشان ما نخرجش بره الكلام بيقول حد السرقه وحد الزنا، طيب قطع ولا جلد ولا صدقه انا توب عنها بقى ولا اعمل ايه؟ هو الاول ان كان هذا المال يستطيع ان يرد من شروط التوبه، ايوه طبعا لابد من التوبه الصادقه. نعم. لابد من رد المظالم الى اهلها. نعم. لازم انت ترد المظلمه الى اخيك المسلم. نعم. طيب المظلمه دي انت سرقت منه فلوس وانت مش عارف توديها له، ممكن توديها له مع حد تاني. نعم. المهم ان انت ترد المظالم، عشان لانك انت اذا لم يقام عليك الحد في الدنيا وهربت من الاحكام في الدنيا لن تفر من قضاء الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، ربنا سبحانه وتعالى عارف. نعم. فلا بد، لكن ان تبت الى الله سبحانه وتعالى وعدت الى الله سبحانه وتعالى سيقبل الله جل وعلا توبتك، بس بشرط التوبه الصادقه التوبه. نعم. النصوح مع رد المظالم الى اهله. نقول ايضا في حقك ايها الشخص الذي سرقت او زنيت او فعلت امرا او اي حد من حدود الله سبحانه وتعالى، عندما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، من يعني بدا يبدي بامر الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى بشيء من هذه القذورات فليستتر بستر الله. نعم. يعني انا عملت الحاجه دي، سرقت زنيت عملت اي امر في الخفاء، استتر استتر، بلاش الفضائح، ممكن يكون ربنا سترك عشان تتوب مش عشان تتمادى في الامر. وعند حضرتك التعقيب. نعم. على كلام حضرتك، الشاب الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه، فقال له يا رسول الله رخص لي في الزنا. نعم. شوفي لما واحد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله رخص لي في الزنا. نعم. أيوة. الصحابه هاجوا والصحابه وقفوا. آه. ازاي ان انت تطلب النبي صلى الله عليه وسلم كبير من الكبائر جايب النبي كمان ويقول له زنا قدام النبي. آه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليهم انتظروا استنوا شويه. نعم. فراح خدوا النبي صلى الله عليه وسلم وضمه الى صدره ووضع. نعم. يده على صدر الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال جميل. الله لامك. نعم. انا بسال بقى الشاب النهارده اللي هو بيزني. نعم. او الرجل يزني، خليك مكان الشاب ده اللي مكان اللي كان قدام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال له أترضاه لأمك؟ يقول له لا. قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. لا. أترضاه لزوجتك؟ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد له اللي هم أقرب الناس إليه، اللي احنا كده يعني زي ما احنا بنقول بنخاف عليهم قوي. طيب لما قال له أترضاه؟ قال له لا، هكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم. نعم. يقول هذا الشاب دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء أكره إلي من الزنا. ما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة واحدة للصحابة أن قوموا بقتل هذا الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعالج هذا الأمر. معنا اتصال من بدري، معلش يا شيخنا قطعناك. نسأل الله العظيم أن يحفظ جميع شبابنا وجميع أمة الإسلام يا رب العالمين بأي حد من حدود الله. معنا مي. ألو يا مي. ألو. معلش أخرنا عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. ممكن أسأل بس عن كيفية صلاة الاستخارة؟ أه يا فندم تحت أمرك. أي سؤال تاني؟ لا شكرا. اتفضلي. بس حضرتك بالنسبة لصلاة الاستخارة بتصلي ركعتين غير الفريضة، ثم بعد أن تنتهي من الصلاة تدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أستخيرك. تمام. وأسألك من فضلك العظيم، دعاء الاستخارة المعروف، قبل تسليمها للصلاة، ثم بعد ذلك تسلم للصلاة، ثم تستخير الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة، وإن شاء الله ربما يعني ربنا الله سبحانه وتعالى يري لها الخير في هذا الأمر، فإن كان هذا الأمر فيه تيسير لها سيسر الله سبحانه وتعالى لها، إن لم يكن هذا الأمر فيه تيسير لها سيصرفها الله سبحانه وتعالى. كم ركعة تعملها؟ ركعتين. طب في دعاء معين ولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المقصور؟ اللهم إني دعاء الاستخارة الاستخارة، كالصحابة يقولوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما كان يعلمنا الركعتين من الصلاة. نعم. فاللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي معاشي وعاقبة أمري وتسمي هذا الأمر. نعم.
فيسره لي ويسرنا، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني وفي معاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفنا. مش عارف أحفظ الدعاء ده. اللهم إني أستخيرك. أقول أي دعاء؟ لا. لا يعني في ناس يعني إيه؟ هي ممكن تكتبه فرقة وتقوله في الصلاة. شرط الدعاء؟ شرط هذا الدعاء. نعم. عشان في ناس كتير تقول أنا ما بقول أي. هو بصي إذا أردنا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى فلنتعبد بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب أحسنت يا شيخنا. معانا سلمى من أسيوط. تفضلي يا سلمى. ممكن تفضلي. طيب. تفضلي يا فندم. تفضلي يا فندم. يعني صح 6 أيام 6 البيت من بيت يعني من تاني يوم الجمعة. معلش عيد السؤال يا فندم تاني. صوم الصوت يا فندم غير واضح تماما، ممكن تقفي في مكان كويس وتتصلي بينا تاني؟ احنا تحت امرك يا فندم. الو؟ الو؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. ايوه انا بقول لك يعني انا صمت 6 أيام يعني بتوع الدوره الشهريه. نعم. وصمت 6 أيام تاني الست البيض. نعم. فالوقت يعني ليا 5 أيام. نعم. قايمه 6 التانيين. نعم يا فندم. فانا يعني عايزه يعني اشوف الجمعه والسبت يعني هيقولوا لي حرام قال صيامهم، هل صح ده ولا غلط؟ تمام، اي استفسار تاني؟ لا شكرا. نورت يا فندم. صام 6 أيام وبعدين اصابتها دوره شهريه وسابت 6 بيض، فهي كده عايزه تكمل السبت والجمعه ولا تقطع وبعد كده تكمل ال6 البيض؟ هي لو صامت الجمعه نفسها او السبت نفسه منفرد ده اللي هو المكروه، لكن مكروه. لو صامت جمعه وسبت مفيش حرج، لا حرج في ذلك. يعني لو كملت ال6 عادي خالص مفيش ادنى خلاف. يعني انت لو كملت يا فندم ال6 عادي خالص، انا صمت من الاثنين 3 4 5 جمعه سبت مفيش مشكله، لكن هبدا الصيام من يوم الجمعه ده المكروه، السبت والجمعه مكروه. الجمعه او السبت منفرد. يعني انا بوضح لها ما هي وصل. انت وصلت الصيام بالجمعه والسبت ده ما فيش مشكله فيه، لكن تبداي منفردا بالجمعه او السبت ده مكروه طبعا. نرجع لكلامنا تاني. عايزين بعض الامثله كده بقى اللي كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الانبياء عن التوكل. بص حضرتك لو عايزين نتكلم عن التوكل والامثله من التوكل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا اروع الامثله في التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب لما جه هاجر من مكه للمدينه، كان الصحابه يقولوا ايه يا رسول الله ائذن لنا بالهجره، فياذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا ابو بكر يا رسول الله ائذن لي بالهجره، يقول له ايه انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. نعم. طيب وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بالاسباب ويخرج هم واغشى عليهم، وبعدين يذهب لسيدنا ابو بكر الصديق ويقول له جهز الراحلتين وجهز الدليل، اليس هذا؟ وياخذ طريقا غير الطريق المعهود، ويبقى لكل واحد من ابناء سيدنا ابو بكر السيده اسماء وسيدنا عبد الله بن ابي بكر له دور في المكان ده وفي هجره النبي صلى الله عليه وسلم. اليس النبي اخذ بالاسباب واحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار وسيدنا أبو بكر قال له إيه؟ يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. طب لو اتكلمنا منطوق العقل ومنطوق البشر بمنطوق الناس، لو حد بص تحت قدميه يشوف آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على النبي، وإحنا عارفين إن المشركين دلوا أو وضعوا جائزة كبيرة لمن يدل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا لو تكلمنا منطوق البشر يبقى خلاص النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه خلاص هيشوفوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمنطوق خالق القوى والقدر. فقال له ايه؟ يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ شوفي بقى مدى الثقه في الله سبحانه وتعالى ومدى حسن التوكل. احنا كنا نعلم جميعا ان سيدنا ابو بكر كان من احب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بيخاف على النبي صلى الله عليه وسلم جدا. لدرجه ان هو كان بيمشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكه للمدينه رايح للغار، يمشي مره امام النبي ويمشي مره عن خلفه وعن يساري وعن شمالي وعن يميني وعن امامي وعن خلفه. فالنبي يساله ليه كل ده يا ابو بكر؟ يقول له يا رسول الله اخشى الرصد، انا خايف ان يبقى في حد من المشركين يعني متتبعنا. يا رسول الله لو مات ابو بكر لمات شخص واحد. أما أنت لو مت لماتت أمة بأكمله. ونعم بالله. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اللهم كما جمعتني بأبي بكر في الدنيا فاجمعني به في الآخرة. فالنبي يقول له ما ظنك باثنين
الله ثالثهما، فيقول ايه ويأتي القرآن إلا تنصروه فقد نصره، فقد نصره الله. معنا ياسمين، تفضل. تفضلي يا ياسمين. ألو. أيوة يا فندم. أي استفسار؟ اتفضلي. أيوة أنا اتفضلي. أنا عندي 13 سنة. معلش عيد السؤال تاني. كان عندي 13 سنة وقلت مثلا لو نجحت هعمل، مش فاكرة المدرسة إيه. أه اتفضلي. أنا عايزة دلوقتي أفتكر بس مش فاكرة. تفتكر بس مش فاكرة. تمام ماشي. في أي سؤال تاني؟ الأظراف لما نقص الأظافر بيقولوا لازم نشيلها، ده صح ولا غلط؟ الأظراف مالها؟ لما نقص أظافرنا بيقولوا لازم إن إحنا نشيلها علشان حرام، فده صح أو غلط؟ آه تمام يا فندم. في أي حاجة تاني؟ لا شكرا. شرفتي شرفتي. السؤال الأول إن هي ندرت ندر بس مش فاكرة ندر وعايزة تفتكره. السؤال الثاني ان هي بتقص اظافرها والباقي من هذه الاظافر تدفنها ولا عادي ترميها؟ لا الاولى ان هي تدفنها لو استطاعت في اي مكان، لانها اشياء حيه. اه تمام. نعم. طيب النادر اللي مش فاكراه وعايزه تفتكره؟ والله هي تسال الله سبحانه وتعالى. اصل احنا هذا الامر احنا مش هنعرف نقول لها في ان هي هتفتكره ازاي، يعني لكن هي تدعو الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تكون عايزه كده وتتضرع الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يلهمها هذا الامر، فلعل الله سبحانه وتعالى يرد عليها هذا الامر ان شاء الله. ونعم بالله. نعم. نعود مره اخرى. نعم. الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهم. يبقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس كيف نتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوه بدر واخذ يستشير الصحابه، الم يكن هذا اخذ من الاسباب؟ استشار. ما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ كان ممكن يقول هذا هو الرأي وهذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد من الصحابة أن يخالفه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إيه قال إيه؟ أشيروا علي أيها الأنصار، أشيروا علي معشر المهاجرين، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم. طب هنا يعني يا رسول الله أهو الرأي والمشورة أم أنها هي الحرب؟ القرار ما فيش في كلام، لا هي الرأي والمشورة، لازم ناخد ونشاور. طيب النبي أخذ بالأسباب، أحسن التوكل على الله، وإيه والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش وخذ بالأسباب وخذ برأي المشورة ثم أحسن التوكل على الله، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى إيه نصرهم في غزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نعم. يا فضيلة الشيخ، برضو أحيانا الإنسان يصيبه نوبات من الاكتئاب. نعم. برضو يقول انا طب انا بدي دعيت كتير وألحت في الدعاء كتير زي ما قلت لك في الاول كده، بس انا عايز يبقى عندي ثقة اكتر. يعني ابني الثقة التوكل في نفسي ده ازاي؟ يعني اخلي جوايا ثقة التوكل ده ازاي؟ خاصة ان احنا في ايام الان ايام مذاكرة الجامعات والماجستير وطلاب الثانوية، نرجو من الله سبحانه وتعالى داعينا لهم التوفيق والثبات يا رب. الطلاب في الوقت ده محتاجين فعلا اللي هو حسن التوكل، الثقة في الله سبحانه وتعالى. تيجي ازاي؟ لان الموضوع ده صعب، مش هيجي مرة واحدة. بص حضرتك. نعم. هو الامر فعلا صعب. نعم. احنا كلنا كنا طلبة. اه اوكي. وكنا بنعاني من هذا الامر. بس احنا بنقول ان الطالب ده لو رتب وقته. وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وخد بالاسباب زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا. نعم. ويستعيد من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سيكتب له التوفيق. نعم. صحيح في الانسان ممكن يمر بمرحله اكتئاب، مرحله اضطراب نفسي. ده شيء طبيعي بحكم الضغط النفسي اللي على الاعصاب، والوقت قليل والوقت كتير والامتحانات على الابواب ومش عارف انا هعمل ايه بكره والكلام ده كله. لكن زي ما احنا بنقول ياخد بالاسباب، ان هو يجتهد يذاكر ويجد، ثم على الله سبحانه وتعالى التوكلان. لذلك الاخذ بالاسباب مش هينافي التوكل. ان انت مش يعني بس بشرط ان ما بقاش قلبك متعلق بالسبب. علقوا القلوب بمسبب الاسباب سبحانه وتعالى، ولا تعلقوا القلوب بالاسباب. انت خدت بالسبب ذاكرت، طب افترض ان انت ربنا ما كتبش لك النجاح والتوفيق، هل تحزن؟ ممكن احزن، بس خلاص انت خدت بالسبب. لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد لك الخير في هذا الامر. هو رايق كده خلاص، صح كده. لا لكن ايه، انت افترض ان انت ذاكرت وما توفقتش، افترض ان انت ذاكرت وما جبتش تقدير كويس. نعم. هل هذا يقلل منك؟ طب لو كان كذلك
طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم اتحارب كتير في بدايه الدعوه وتعرض لمؤامرات قتل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات، كان ممكن مع اول مره يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابه رضوان الله تعالى عليهم لو كان الامر كذلك زي ما احنا زي ما حضرتك بتقولوا بقى والناس تتراجع، يبقى مش هيبقى في فتح للدول الاسلاميه، مش هيبقى في انتصار للاسلام، مش هيبقى في انتصار للمسلمين، مش هيمكن لدين الله سبحانه وتعالى في الارض. يبقى احنا كده بايه؟ يبقى احنا كده بنرجع تاني للامر اللي هو ايه؟ سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي. وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وان اتاني يمشي اتيته هرولا. ولذلك دائما وابدا نقول: ومن كان الله معه فمن يكون عليه. انت معاك ربنا، معاك ملك الملوك سبحانه وتعالى، لسه منتظر ايه من العباد؟ ما تنتظرش حد من العباد. لا تعلق قلبك بالخلق، وانما علق قلبك بالخالق سبحانه وتعالى. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. نعم. طب ثمره التوكل على الله، يعني ايه اللي يخليني اصبر؟ ما انا ممكن بقى زي ما احنا بنقول من شويه الاتصال اللي جانا من شويه ده مثلا عن الزنا وعن السرقه، هي خليني افضل ادعي وافضل ادعي والحي في الدعاء واستنى ممكن ربنا يستجيب لي او لا، ودعيت مره واثنين وثلاثه وبرضه ما استجابش. طب ما انا اروح بقى يعني استمر في وزي ما بنقول كده الحرام دايما بيبقى سهل. نعم. ايه اللي انا احنا قلنا بص ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى، اول حاجه الاطمئنان. نعم. أنا لما أتوكل على ربنا سبحانه وتعالى هيطمئن القلب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول له: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يكفيك شرف وفخر ومنزلة أن الله سبحانه وتعالى يحبك. طب أنت عايز إيه بعد كده؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يحبك ويقدر لك الخير ويبقى عندك اطمئنان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. طيب تعرضت المحنة، تعرضت لابتلاء، هتلجأ لمين؟ هتلجأ للأستاذ ليلى؟ هتلجأ للشيخ إبراهيم؟ هتلجأ لفلان؟ لا، هتلجأ لله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الذي بيده مقادير كل شيء؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذا أول حاجة من ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى هو أن الإنسان يصل إلى حب الله سبحانه وتعالى. نعم. وده مش هيصل لحب الله سبحانه وتعالى كده من فراغ، لازم يكون عنده اطمئنان بقضاء الله وقدره. من رضي فله الرضا. نعم. طيب هترضى بقضاء ربنا وقدره؟ آه، ربنا سبحانه وتعالى سيثبتك. طيب ما رضيتش ويأست، هل قضاء الله سبحانه وتعالى لا ينفذ؟ قضاء الله سبحانه وتعالى نافذ. نعم. شئت أم أبيت. طب ليه اللي يخليك تصل لهذه المرحلة؟ لمرحلة اليأس: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. طيب من ثمرات التوكل اللي هو ينفي عن الإنسان حتة التشاؤم. نعم. زي ما احنا قلنا في البداية، يقول لك إيه لما يروح يفتح محله، يقول لك إيه: أنا النهاردة ما لم أرزق، مفيش دخل عليا فلان قفل الدنيا، أنا اصطبحت بوش مين النهاردة؟ أيوه. الطيرة تشاؤم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التطاير. من الذين يدخلون الجنه هم الذين يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، يعني ما يقولوش بقى. ولذلك كانت قريش تتشاؤم لما يرسلوا الحيوان مثلا ناحيه اليمين فيقولون هذا خير، وناحية اليسار هذا شر. نعم. فكانوا يتشائمون، فجاء الإسلام فنهى عن الطيرة ونهى عن التشاؤم. يا فضيلة الشيخ، برضو ده ما يمنعش ان في لا، هي في ناس فعلا كده الحسد بيبقى في عينيهم، يعني هي فعلا بتبقى تكون حسادة. نعم. يعني فعلا بتصيب الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم حسد. يعني نعم. عشان برضو ما يجيلناش اتصال يقول لا، ما هو في ناس بتحسد وانا عارفة الحسد إن موجود. الحسد موجود، لكن التشاؤم حاجة والحسد حاجة. الحسد موجود. نعم. يعني الحسد موجود بالطبيعة. نعم. لكننا نقول ننهى عن التشاؤم. نعم. ان انت لو انكم تتوكلون على الله حق توكله، وشتان شتان بين التوكل. تمام. وبين التواكل. نعم. التوكل هو الاخذ بالاسباب مع الاعتماد على مسبب الاسباب. نعم.
أما التواكل نعم. فهو الأخذ بالأسباب دون اللجوء إلى مسبب الأسباب. يعني إيه؟ نعم. يعني حضرتك مثلا لو أنا أي إنسان تعرض لابتلاء ابتلي بمرض مثلا، هل من الأفضل أو من الصح أن هو يقول أنا مش هذهب للطبيب وأخذ العلاج وخلاص، ولو ربنا سبحانه وتعالى قدر لي أن أنا أعيش هعيش، ربنا ما قدرليش هعيش خلاص انتهت القضية؟ لا، ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل من الممكن في ناس تاني يقول لك ايه، طب انا هاخد العلاج ده من الطبيب وان شاء الله ممكن ما يعلقش الاسباب بقى على الله سبحانه وتعالى، يقول لك انا خلاص العلاج ده، اصل العلاج ده ما جابش نتيجه، اصل العلاج ده مش عارف ايه، ما اعرفش الدكاتره تاني. هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الدواء ده سبب، ممكن يبقى سبب للشفاء وممكن ما يبقاش سبب للشفاء. معانا دقيقتين، عايزينك يعني ايه تلخص لنا دعاء جميل، حاجه جميله عن التوكل، وتدي نصيحه جميله كده لطلاب في اقل من دقيقه كمان المخرج بيقول. طيب احنا عايزين بس ايه، كنا عايزين نذكر قصه كده جميله، مش هنلحق معلش في عجاله سريعه. قصه السيده هاجر. نعم. السيده هاجر لما جاء سيدنا ابراهيم واتى بها من بلاد الشام، نعم، وقالت ايه، وتركها في مكان صحراء جرداء لا زرع فيه ولا ماء. نعم. اين تتركنا؟ شوف امرأة ضعيفة معها ابن صغير، طفل صغير، في صحراء، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وما فيش حوالينها اي حد. فقالت اين تتركنا؟ فعلمت ان هذا الامر من الله. شوفي بقى الثقة في الله سبحانه وتعالى. نعم. فيا ابراهيم اين تتركنا؟ لم يتكلم معها ولم يرد معها عليها، فأومأ إليها برأسه. يعني إيه؟ علمت أن هذا أمر من الله. فقالت إيه؟ إذن فلن يضيعنا. هو ده بقى حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو تسمحي لي في دقيقة واحدة بس سريعا كده. كان هناك حاتم الأصم، وكان هذا رجل من السلف الصالح، خرج إلى الحج. طيب يا فضيلة الشيخ معلش المخرج بينبه تاني، معلش مش هنلحق، اكيد هنستضيفك مره تاني وتالت. وبعدين اعزائي المشاهدين احنا ما لحقناش نقضي معكم وقت جميل، وبرده ما لحقناش مع الشيخ نقضي معاه وقت اكتر. بنشكر الشيخ على الحلقه الجميله دي وعلى المعلومات الجميله جدا جدا. الله يخليك. سائلين المولى عز وجل بان يتقبل منا هذا العمل، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعني بكم مره اخرى على خير. كانت معكم ليلى طه في برنامج هذا ديننا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والجمال دين السماحة والإجابة.